تواصلنا يستمر مشاهدينا الاعزاء متابعينا الكرام بالتحية المتواصلة بحضور هذه الأسماء المنطلقة التي تنطلق هنا أيضا بصباح هذا اليوم. نسير مع البداية مع المقدمة مع بداية هذا المسار ومقدمة هذا الشوط وبداية هذا التحدي والإبداع مع شعار الشريفي يأتي مع انطلاقة جلمودة عبد الله بن مبارك الشريفي مع مقدمة هذا الشوط. بينما المركز الثاني الحضور مع مشغلة مطر بن حميد بن علي السبوسي يأتي مع المركز الثاني. المركز الثالث شعارك راعي حلوة بدأ يتدخل أيضا الواصل والمنطلق في هذا المسار المستمر. شعارك يا أبو حمد سالب الصير العويسي يتدخل في هذا الانطلاق وفي هذا الإبداع الكبير الوصول الآخر مع الشاهينية وعبد الكريم من جليل العنزي يأتي في هذا المسار. تابع الأسماء الأخرى بقية الشعارات بقية الأسماء المنطلقة الحاضرة بالانطلاق الحاضرة بالإبداع. ولكن نعود مع الصدارة نعود مع المقدمة هذه الشبابية على مقدمة الشوط على مقدمة هذا الانطلاق تبدع في هذا المسار. مظفر بن سالم بن صغير العويسي مظفر بن سالم بن الصغير العويسي يأتي مع الشبابية يأتي مع الشبابية. الله شوف هذا الانطلاق وتابع الشبابية بهذا الإبداع بهذا التفوق بهذا الأداء الذي دائما يبدع. الله مشكور مشكور يا أبو حمد داعم هذا الشعار سالم الصغير العويسي مع انطلاقة الشبابية. المركز الثاني الوصول والانطلاق في هذا المسار المستمر مع المركز الثاني سعيد بن محمد هنا إذا أخذ المركز الثاني والمركز الثالث بن حيدة إلى أعضاء خط النهاية. هذه النتيجة دقيقتين 11 ثانية التوقيت المرافق لهذا الشوط مع الشبابية ومظفر بسالب الصغير العويسي.